حياكم الله يا أهل الضاد في حلقة جديدة من بيت القصيد. في هذه الأمسية سوف نستضيف شاعراً عراقياً رحل بعيداً بعيداً عن وطنه، لكنه ما تركه، تلمح العراق حاضراً دوماً بين ثنايا قصائده، الشاعر العراقي محمد المجمعي. مرحباً بك. أهلا وسهلا بك أخي الكريم أستاذ معاذ، حياك الله في بيت القصيد. الله محييك، شكرا على الاستضافة وتحت الفرصة، بارك الله فيك. أهلا وسهلا. أنت أبو عبد الله في كندا، بعيد. نعم. في آخر الكوكب. هذه هي الغربة يا سيدي، ماذا نفعل؟ أنا نعم تفضل. كنت أقول لك يعني القارئ لشعرك يعني يرى العراق دوما. أكيد يا سيدي، أنا لم أختار غربتي عن وطني، وإنما هجرت مرغما، هجرت من بقايا وطن بالحقيقة، فرحلت إذا زوايا الذاكرة المستقرة في القلب، وهكذا والحمد لله. كم سنة صار لك في كندا أبو عبد الله؟ والله يزيد عن 6 سنوات تقريبا. من 6 سنوات. نعم. طبعا أنت بيولوجي عراقي، ولك يعني عضو اتحاد البيولوجيين العرب. نعم. ما الذي أتى بك إلى الشعر، من الكيمياء الحيوية إلى الشعر؟ إذا اتفقنا أنه الشعر هو نتاج إنساني، فالإنسان يبدع في كل شيء، لا بأس أن يكون العلم هو أدب والأدب هو علم. نعم. أنت لأنه البعض يشترط في هذا الزمن يا شاعرنا الجميل، وهذا رأي لعلك سمعته، أن الشاعر كيف يكون شاعرا إن لم يكن مثلا دارسا للأدب العربي، يعني دارسا دراسة أكاديمية، كيف ترد هذا؟ بصراحة نعم، بصراحة خلي إذا جاز التعبير نقول إن هذه هي علمنة الشعر، بمعنى يعني أن بمعنى أن يعرف الشعر على أنه موهبة وأدوات شعرية وعلم وصور شعرية وما إلى ذلك من أدوات الشعر. بالحقيقة الشعر هو مبدأ والشعر هو كلمة، لا شك بالتأكيد يجب أن يكون الشاعر عنده موهبة، يجب أن يعلم بكل أو بمعظم أدوات الشعر وباللغة، ولكن هذا لا يكفي، يجب أن يعبر الشاعر عن حقيقة الأمة، عن واقعها. طيب يعني نعم. ما هذا ليس مطلوبا، قد يقول البعض هذا ليس مطلوبا من الشعر أن يعبر عن مبدأ، أن يحمل هم أمة. الشعر يعني يكتب ما يتبادر إلى ذهنه، ما يتبادر إلى روحه، ليس مطلوبا من الشاعر يعني، هذا ليس من المطلوب. معناها رجعنا للجدلية الأزلية، الشعر لمن؟ الشعر للشاعر أو الشعر للشعر أو الشعر للأمة؟ لمن الشعر؟ ولكن سأعطيك مبدأ وأنت تعرف الشعر بعد ذلك. طيب يا سيدي، الشعر نتاج إنساني، وهو تعبير عن مبدأ بالكلمة، يخضع لأنه مبدأ يخضع لقانون التعامل الإنساني، ويتعرض لمسقطات المبادئ ومعلياتها. تمام. وهو غير منفصل عن المجتمع وعن اللبنة الأساسية له اللي هو الإنسان. فلماذا يكون الشعر في منى عن كل ذلك يعني؟ هذا اللي أريد أقوله، الشاعر هو الإنسان والإنسان هو الشاعر، مرتبطان ببعض، فلماذا هذه العلمنة؟ هو يعني لعلك تقول من كلمة العلمنة، يعني لا أدري سأفسرها، أن تضع قواعد علمية للشعر، ليس بمعنى الشعر العلماني، لأنه هذه يعني أنت تدخلنا في باب الآن، باب واسع. بالتأكيد لا، أنا أقصد بعلمنة الشعر هو تجريده من إنسانيته. أها. وبالتالي اعتباره كعلم، يعني أنت تتعامل مع علم. بالضبط. بينما هو كلمة. بينما هو كلمة، نعم. طيب. كلمة تخرج عن تعبر عن مبدأ، هذا اللي أريد أقوله. ويعني ولا تقصد بالتأكيد الشعر العلماني. وإن كان يعني أسألك، ما رأيك في هذا في ما بات يسمى الآن يعني بشعراء العلمانية؟ والله هاي علاقتهم بأنفسهم، يعني إنسان لما يكون عنده فراغ ديني
عقائدي رح يكون عنده بالضرورة فراغ نفسي. فهذا الفراغ النفسي يولد للشاعر نتاج فارغ أيضا كذلك. يعني هذا اتهام قوي يا شاعرنا. قد يعني هم القوم يقول لك ما الذي قال لك أنه ليس لدينا فراغ، أنه لدينا فراغ ديني أو روحي؟ من الذي قال لك حتى تصدر علينا هذا الحكم؟ طيب عموما هو هذا نقاش طويل. شعرهم قال لي ذلك. طيب هو هذا نقاش طويل الحقيقة وصعب. الآن نبدأ يعني هذه الأمسية بما تختاره لنا من الشعر، فتفضل. أقول إني أنا الأرض والإنسان من أزل، الحرف حرفي به كل الورى عرفه، ما فت من عضدي ظلم ولا فتن، ما هز معتقدي في الله منحرف. هنا لملمت حروفي من على قارعات بلاد الرشيد أرض الرافدين، وقلت في قصيدة اسميتها مرميات على قارعة الرشيد. أقول فيها: جئني بجرح ليس فيه دمائي، أو غدرة ليست بها أشلائي، فأنا ظماء الراحلين إلى الروى، والقرض والأوراد من أفيائي، والمرقم المصداق خالص عدتي، والنحي والقرضاب من أشيائي. لي عزة بالسلم مذ عانقته، فلي البراءة والولاء ولائي، ما خاب لي أمل ولست بقانطا من ذي الجلال، وما قطعت رجائي. يا غايتي ما عاد يحويها المدى، غايات كل الشامخين ورائي، أنا نخلة الوادي العتيق وماؤه، رطبي غذاء الماخضات ومائي، أنا سفرة الأضياف دفء غطائهم، ورداء من عدم الرداء ردائي، ودمي مصب الرافدين ونبعه عيني، ومجرى مائه أحشائي. الله. أنا صبر أيوب ووحشة يونس ودموع يعقوب وكل بلائي، أنا جرح بغداد ونزف شآمها، ورباط جند الله في إليائي، أنا بادئ التأريخ أول حرفه، وأصائل الأعراق من أسمائي، مني صلاح الدين، مني أحمد، وأبي حنيفة درسه بفنائي، وأبي أبو للأنبياء حنيفهم، وأنا الرشيد وغيمهم بسمائي. الله. هم ذاتهم قمم الرجال، تواصلوا من تلكم الأسد الليوث أولائي، فبطون من رب الأولى منثورة، ولبانها ما زال في الأذداء، أنا سيد الكرم الرحوم، وإنني غضب على من دنسوا أرجائي، أقيأتهم سوء الأماني حينما ولغ الغزاة وآلهم بإنائي، فبدأت بالسوق الدنايا قاطعا، وختمت فوق جباههم بحذائي. الله. صح لسانك أبو عبد الله. أشكرك، الله يسلمك. هذه القصيدة مليئة بالتاريخ حقيقة. بصراحة عرفت العراق، يعني من هو العراق. لكن قد يقال أنك عرفت العراق من وجهة نظرك، ليس بالضرورة أن تكون أكيد. هذه هي وجهة النظر الصحيحة. بصراحة أنا يعني اعتمدت على التاريخ. على التراث، على التراكمات. لكن واضح النفس الإسلامي، يعني أنت تنظر العراق من هذه الزاوية، من زاوية تاريخه الإسلامي. تأكيد، لا شك، أكيد لا شك، إحنا بلد مسلم، لا يعني نفخر بهذا الشيء. نعم. تقول: وأنا الرشيد وغيمهم بسمائي. دوما عندما يذكر العراق يذكر هارون الرشيد، وتذكر يعني إنجازات
إنجازات الخليفة هارون الرشيد وهذه الغيمة التي ستمطر خراجها لهارون الرشيد، لماذا دوما هذا الاستدعاء، استدعاء هذا الشخص تحديدا الخليفة هارون الرشيد؟ باعتبار لما قال امطري حيث شئت، هذا معناها امتداد الأمة وعمقها، فلذلك يستدعى هذا المعنى دائما في القصائد. نعم. تقول: ولغ الغزاة وآلهم بإنائي. من آل الغزاة هؤلاء الذين ولغوا بإنائك؟ الذين استقبلوهم بالورود، عملاء الإيران، عملاء الفرس، أكيد لا شك، الذين يحكمون من 2003 ولحد الآن، حكومات الاحتلال، حكومات الاحتلال الأمريكي والإيراني. هذا من قصدت. ما دخل الفرس؟ طيب هؤلاء عراقيون. نعم، ائتني بمتآمر من غير البلد، أكيد هم الخونة. منين؟ أكيد من داخل البلد، ولا يمثلون البلد كله طبعا، ولا يمثلون الشعب كله، يمثلون أنفسهم أكيد. نعم. تقول: فبدأت بالسوق الدنايا قاطعا بالسوق. نعم. الدنايا قاطعا. نعم. وختمت فوق جباههم بحذائي. هذا الجهاد. رمت هنا للجهاد. نعم نعم نعم. أنا جرح بغداد ونسف شآمها ورباط جند الله في إليائي، أنا بادئ التاريخ أول حرفه وأصائل الأعراق من أسمائي. قصيدة مليئة بالفخر باستدعاء التاريخ، تاريخ العراق، والعراق يعني بلد عظيم لا شك، وتاريخه تاريخ عظيم مليء بالرموز التي تستحق الذكر على طول الزمان. أبو عبد الله، القصيدة. نعم. أنا أريد أن أسألك في تكنيك الكتابة. القصيدة هي قصيدة مباشرة، تصنف هكذا. نعم. قصيدة مباشرة منبرية. هي قصيدة منبرية مباشرة جدا. تعتقد أنه عندما تكتب عن العراق أو عن مصيبة العراق أو تستدعي تاريخ العراق، يجب أن يكون الشعر هكذا منبريا خطابيا واضحا؟ نعم، حتى يصل. يعني هنا الترميز والصور الشعرية لا تنفع في إظهار الواقع، في إظهار الألم المباشر على غيرك على الأقل. يعني يمكن أنت شاعر تصف نفسك. نعم. تخوض في الصور والرموز. أما أن تصف حالة تاريخية وجرح، لابد أن تظهر بأسلوب منبري كما تفضلت. نعم. طيب، مزيدا من الشعر. يا سيدي، الأمة تنزف ولكن ستبقى واقفة. نعم. ما دام النزيف لا يتوقف. فقلت متسائلا: وإلى ما تنزف واقفا؟ يخفي ترابك جرحه، فاضت لتنبئ مقلتيك رفقا بنخلك، لا يساوى من أبى أو من أراد بسعفة من حاجبيك. أنا أكون في سلم وبراءة الأحلام تنهشها الذئاب بواديك، أنا أكون أطهارا وكلاب كل الأرض تولغ في طهارة رافديك، أنا أكون أحرارا وتسكن مذ وعينا كل أغلال السخائم والمظالم معصميك. صبرا فإن النائبات كفيلة لتمييز يا تاج الدنا، لتمييز يا تاج الدنا وعراقها من كان فيها خالصا لك أم عليك. صح لسانك. وهذه كانت عن العراق، أشكرك. أي. وإلى ما تنزف واقفا، يخفي ترابك جرحه، فاضت لتنبئ مقلتيك. مبكية مؤلمة، الشعر العراقي هكذا دوما عندما نتحدث عن العراق وربما عن كثير من حواضر العرب في هذا الزمن، يجب أن يكون بالضرورة هذا الشعر مليء بالبكائيات. على قدر الألم سيدي. تقول: أنا أكون في سلم وبراءة الأحلام تنهشها الذئاب بواديك. نعم.
هذا الذي يحصل من بعد 2003 ولحد الآن. نعم. لا يوجد في العراق لا يوجد إلا شعب بريء طيب وذئاب تنهش به. هذا الواقع. أن أكون أطهارا وكل كلاب الأرض تولغ في طهارة وكلاب كل الأرض تولغ في طهارة رافديك. نعم هذا الذي حصل. هذه السرقات هذا النهب هذا السلب هذه الدماء هذه كلها تدنيس لطهارة الرافدين. نعم لكن أنت تقول له آخر شيء صبرا فإن النائبات كفيلة لتمييز ياتا جدنا وعراقها من كان فيها خالصا لك أم عليك. أكيد يميز الخبيث من الطيب. سيأتي يوم الآن في فسطاطين مو فقط في العراق وفي الشام وفي كل مكان فسطاطين فسطاط باطل وفسطاط حق. أكيد لحيبين من هو خالص لهذه الأمة بدينها وتاريخها وحضارتها وشعوبها ومن هو خائن. أكيد. أنت الأمة تقصد الأمة الإسلامية والعربية أيضا. لا شك حاضرة هذه في 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 شعرك يعني أستاذ محمد المجمعي. حاضرة هذه يعني الإسقاطات لكن تقول له لا يساوى من أبى أو من أراد بسعفة من حاجبيك. جميل هذا الحقيقة. القصيدة يعني لا تعليق كثير فيها أستاذ محمد المجمعي لا لضعف فيها لكن لقوتها ومباشرتها ووضوحها. أعتقد من يسمعنا الآن تصله بالضرورة وتصله واضحة مجلية. أيضا نريد أن نسمع شعرا بعد هذه البكائية. بكائية أخرى. أيضا لماذا نعم. لماذا هذا قدر شعراء العالم العربي الآن أن يكون هكذا شعرهم؟ بل قدر الأمة بشعرائها ربما وعلمائها. أستاذ محمد الجمعي أريد أن أطرح عليك رأيا. ربما هذا الواقع الحزين المؤلم يعني نعم. بعض الشعراء أصبحوا باتوا يهربون يا أخي من كتابة هذه القصائد المبكية يعني يتأثرون نفسيا يعني يهربون إلى شعر كما تفضلت يعني أنت منفصل عن الواقع. هل تبرر لهم هذا؟ بالتأكيد لا يعني أما بصراحة أقول لك الشاعر أما أن يسكت إذا, 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 إذا يريد أن يهرب فليهرب وهو صامت. أما أن يستخف بآلامه وبجرحه هذا هي المشكلة. وهل يستطيع الشاعر صمتا؟ فليقل خيرا أو ليصمت أو طيب. يعني أقول لكل هؤلاء الذي يقولون أو يدعون أن أوطانهم هي حبيبتهم يعني وطنهم حبيبته أوكي؟ أقول له أن حبيبتك انتهكت واغتصبت وهي الآن في أقصى حالات الحزن. نعم. وفي آلم حالات البكاء فبما تتغزل بأسيرة منتهكة العرض لماذا؟ طيب أنا قلت متهكما في هذا الموضوع. يعني الآن الأمة يا سيدي تنزف والغزالة تهرف فقلت متهكما. لو سمحت لي تفضل. أكثر شعر الغزل دون عجز أو خجل ما مللنا غزلكم هل مللتم بالعجل؟ ليس ما قل فخير القول ما طال ودل بقبول الله يأتي النصر لا بالقبل وعلام القلب يبكي أي شيء قد حصل أبصر الفخر علينا أترى فيكم حول ما بنا عز من الرأس إلى تحت النعل ما قصعنا أبدا من حثالات الدول ما استبيح العرض أو أهلك حرث أو نسل ليس كل الدور هدت ليس كل الشعب فل ليس كل الشر أقبل ليس كل الموت هل
ليس منا كغثاء السيل أو وهن أذل، ليس فينا كل أنواع التردي والخبل، ليس آلاف غدت من دون مأوى بل أقل، وهزيل الشعر باق في سوانا لم يزل. هل سمعتم صرخة ثكلى وشيخا مستذل؟ هل رأيتم طفلة من تحت أنقاض تزل؟ هل كفرنا نعمة الله بقول أو عمل؟ هل تبرأنا من الدين ووالينا هبل؟ هل حرقنا جثث القتلى لنحمي من قتل؟ وهل استبدل خير الله فوما وبصل؟ تلك بغداد أتاها الفرس يحدوها الأمل، وذر القدس تراها دونها العز رفل، ودماء الشام روت زرعنا والخير طل. فإذا استمرأ هذا حنظل الذل عسل، ظالم يا من تساوي بين هذا والبغل. صح لسانك أبو عبد الله، أشكرك جدا، الله يبارك فيك أخي الكريم. والله هاي القصيدة تجلدهم جلدا. والله يا أخي هم جلدوا أنفسهم بأنفسهم. يبدو أنهم يعني أغاظوك كثيرا حتى كتبت بهم بهذه الطريقة. بل أغاظوا أمتهم. يعني أنا أقول أنه أنت يا شاعر، يعني كلنا نتغزل، يعني كلنا نحب ونتغزل ونحب الغزل ولا شك لابد، ولكن بيتك مهدم، أخواتك مغتصبات، أرضك منتهكة، ما بعرف أكتب غزل. أوكي طيب أكتب غزل مرة مرتين بس مو تكثر يا أخي، كثروا من الصبح لليل، حب حب حب، ما أعرف شنو القضية. يا أخي ربما يعني يقولون عن 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 هذا، عن غضبك هذا، عن أو عن موقفك هذا، يا أخي أنتم أناس ظلاميون لا ترون نور الحياة. أسمع منك الرد أستاذ. طيب أنا أبو عبد الله، أبو عبد الله أستاذ محمد المجمعي، أنا أريد أن أسمع منك الرد على هذا السؤال، لكن بعد أن أستأذنك وأستأذن السادة المشاهدين بأن نذهب إلى فاصل قصير ونعود. مرحبا بكم مجددا يا أهل الضاد في حلقة هذه الليلة من بيت القصيد، وضيفها الشاعر العراقي محمد المجمعي. أبو عبد الله مرحبا بك مجددا. أهلا بك دائما. كنا نقول قبل الفاصل عن قصيدة غازلوا، تقول لهؤلاء ما مللنا غزلكم، هل مللتم بالعجل؟ لا، ليس ما قل فخير القول ما طال ودل، بقبول الله يأتي النصر، لا بالقبل. هذه سخرية لاذعة. نعم أكيد لابد، هم من يسخر بأمته ويسخر بجرحها يسخر منه لابد. يا أخي قد يقول لك أنتوا ناس يعني توقفت عندكم الحياة، نريد أن نعيش، نريد أن نرى شيئا من النور. طيب، ليس كله سواد. لنتكلم بالخصوصيات. أنا من كتب هذه القصيدة. أنا المتكلم، أنا تزوجت عن حب. يعني أم عبد الله كانت طالبة معي بالجامعة. طيب أنا أعرف الحب، أعرف ما معنى الحب. فيعني لست ظلاميا، عندي هاي يا ظلامي، هاي أمامي الضوء مشتعل واي، يعني ما قاعد الظلماني. نعم أي نعم، فكلنا نحب ونعرف الحب، نحب أزواجنا وأولادنا وأهلينا، ولكن الإكثار من يا سيدي، ويا مع مجازر حلب، مع مجازر الموصل يتغزلون،
ثق بالله يا سيدي. مع المجزرة، يعني مع المجزرة، لا أعرف كيف، يعني من أين يكتب، ولا أريد أن أقول أكثر من ذلك. تقول ما قصعنا أبدا من حثالات الدول، ما استبيح العرض. نعم ما قصعنا، نعم ما ضربنا يعني، نعم. إيه نعم. ليس كل الشعب فل، ليس كل الشر أقبل، ليس كل الموت هل. وأنت هنا يعني تتهكم بمرارة الحقيقة. بالضبط. ليس فينا كل أنواع التردي والخبل، هل سمعتم صرخة ثكلى وشيخا مستذل، وهل استبدل خير الله فوما وبصل. أي نعم. هدا شوف يعني المجاعات والحصار على الأمة. إيه. وقلت نعم، قلت الكرامة، وقلت الغذاء، وقلت الدواء، وقلت الأمل. تلك بغداد أتاها الفرس يحدوها الأمل، وذر القدس. نعم. تراها دونها العز رفل. لكن آخر شيء تقول ظالم يا من تساوي بين هذا والبغل. من يستمر؟ إيه. كل هذه الإهانات والآلام والجراح، يعني ماذا أقول عنه؟ بعد أنا أخشى أن أكون قد ظلمت البغل فقط يعني. طيب يعني هذا يعني هجاء شديد يا سيدي. الأمة تقتل، الأمة تذبح، الأمة مجروحة تنزف. من يقف على التل ويكثر من 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 الغزل او غيره او غير الغزل، انا اقصد المكثرون من شعر الغزل. هذا اللي اقصده. نعم نعم تمام، وضحت هذه يا ابو عبد الله. لابد ان تتوضح والا ياكلوني. اي غدا سوف اكل انا. لا عفاك الله وشفاك. طيب مزيد من الشعر استاذ محمد المجمعي. والله يا سيدي بالمناسبة هذا الكلام عن الشعراء، بصراحة هناك من الشعراء العقلاء رغم أنهم قلة، ولكن أجلكم الله من السفهاء الكثرة، نسأل الله العافية. ولكن أقول مهما تعدد السفهاء فالشعر عاقل يا سيدي. وأقول لهؤلاء الكبار من الشعراء، أقول لهم فأنتم بلادي، أراني حصاة وأنتم قمم، فما همتي بين تلك الهمم، ولكن حسبي في ذاك أني تيقنت أن العلا بالقلم، وأن الحروف العوالي سهام، وأن الكنانة للحرف فم، وأن أصول الرواسي حصاة، وأن السواري عماد العلم، أراني قليلا ولكن قدري كثير بكم، يا رجال ولم أبالي إذا منكم قل وصل، فإن قليل الكرام كرم. أنا من بلاد على رافديها تداعت بحقد شرار الأمم، تلاقت حراب الصليب فأحيت كلابا لكسرى بثأر أصم، سهام تهاوت عليها وتحيا برغم الجراحات طودا أشم، فكم من عدو غزانا ونبقى أباتا ندوس العدا بالقدم، فأنت لهمت فبالله لسنا نبالي خطوب الأسى والألم، فهان اعتداء الغريب علينا وقد قيس يوما بغدر ابن عم، إلى الراحم البر نشكو فإنا بغير عطاء الرحيم عدم، فهل لا أفقنا على بدء شر، وإلا نفقنا إذا الشر عم، علام التخوف من قول حق توكل على الله يا من عزم، فلو أن عزم الرجال تراخى فخطب بعز الرجال ألم، فيحكم فيها عزيز كريم، ويحكم فيها دنيء قزم،
هي الروح تسمو بعز إذا ما لها النفس تحيا بحرف ودم. فما قيل فيكم بأي ففينا، فإن كان مدحا وإن كان ذم. فأنتم بلادي وأهلي وداري، بكم جرح قلبي اكتوى والتأم. أشكرك على هذه القصيدة أبو عبد الله. هاي الشعراء الكبار العقلاء الذين مع الأمة في كل قضاياها. وأنا أدناهم وأنا حصاة بالنسبة لهم. يعني هذا تواضع من قبلك شاعرنا محمد المجمعي. تقول: فيحكم فيها عزيز كريم ويحكم فيها دنيء قزم. يا جتي، نعم عفوا عفوا، جتي بصراحة مناسبة للواقع. يعني ما أريد نذكر شخصيات هنا، ولكن من حكموا العراق بعد الاحتلال كلهم أقدم. نعم، والأعزة الكرام حكموا. نعم أحسنت، هذا الذي حصل للأسف. مفارقة أيضا، يعني من مفارقاتك التي تحرص على أن تأتيها في قصائدك، وهي من المفارقات المؤلمة: لها النفس، هي الروح تسمو بعز إذا ما لها النفس تحيا بحرف ودم. الكلمة، الشعر، النثر، الخطابة، والجهاد الذي هو الدم. يعني طيب، فإن كان فما قيل فيكم بأي ففينا، فإن كان مدحا وإن كان ذم، فأنتم بلادي وأهلي وداري، بكم جرح قلبي اكتوى والتأم. الجادون من الشعراء. نعم، هذه قصيدة على المتقارب. يعني كالعادة في شعرك إشاراتك يعني واضحة، لا تحتاج لا تحاول أن تواري عليها، تحرص أن تكون واضحة جدا. لكن برأيي هذا البيت، يعني الحقيقة: فيحكم فيها عزيز كريم ويحكم فيها دنيء قزم. وهذا أس البلاء، وهذه هي المفارقة التي يعني حدثت في العراق. أوطاننا بصراحة يعني. أبو عبد الله، طيب يا أخي، أنت يعني قد يقال يعني أنت تسكن في كندا وتدعو هؤلاء لما تدعو له، طيب يعني بعض الناس هنا في المنطقة، في العراق، في سوريا، في اليمن، في كذا، يقول لك أنت تجلس على بعد آلاف بل مئات آلاف الكيلومترات وتحض الناس الناس يا أخي تعبت، الناس ملت، الناس ترجو الخلاص بأي طريقة. نعم أستاذ، بصراحة أنا لا أحرض على شيء، وإنما أحفز. يعني أنا أدعو الشعراء أخوتي ولست منهم، أن يكونون حاضر يعني في حضور من جروح أمتهم ومشاكلها، لا أكثر ولا أقل. أما من ناحية الهجرة يا سيدي، أنا بال2005 كنت في بغداد، يعني بعد الاحتلال بسنتين أرغمت، ولا أريد أن أتكلم في التفاصيل، تفاصيل مؤلمة جدا. أنا لم أختار غربتي يا سيدي عن وطني، هجرت مرغما، وكان عندما هجرت من وطني كان بقايا وطن. تعود لهذا الوطن إن شاء الله أستاذ محمد المجمعي، تعود. ولكن نعم تفضل. إلى بغداد تعود، كنت من سكنة بغداد أنت؟ نعم بغداد يعني. والنعم. والنعمة حالك، الله يسلمك. فقبل ما أغادر وطني فتشت هنا وهناك، ذهبت إلى أماكن طفولتي وتربيتي فقلت لو سمحت لي أستاذ. تفضل. قلت: أفتش في البلاد عن البلاد وعن عهد المحبة والوداد، وما فيها فقدت الأهل، لكن كأني قد فقدت بها فؤادي، فليس يكف دمعي عن بكاها
ولا ورقي يكف ولا مدادي. الله. فأكتب من بياض العين حزنا على وطن توشح بالسواد، وأنحت من دم الأطهار سيفا وأجعل من سنا مجدي جوادي. أي. فيا أيام عز فات عودي، علينا بالتمكن والسداد. بلادي بلادي كنت فيك وفي جرح، فكم سيزيد في الجرح ابتعادي. عراق الخير أنت أب وأم، وعلو الراتيات وسهل وادي. ألفت الغدر من أبناء عم يهون بغدرهم ظلم الأعادي. دعوت الله بالصولات نصرا، فإن الله حسبي واعتمادي. بمن جعل الكريم بها سكونا، وأطفال بحبهم ننادي. بأشياخ بدين الله شابت، وما خافت سوى رب العباد، وما خافت سوى رب العباد. فلا تدبير عقلي فيه نفع إذا نزل القضاء ولا اجتهاد. فإن خلص الدعاء فليس ضر، فإن الضر من فرط العناد. وإن بقي الجهاد فذاك عز، فإن العز باق بالجهاد. إلهي سيدي مولاي أنعم بفتحك، فاللئام غزوا بلادي. فكم من ليلة طالت بعسر، فجاء اليسر من رب جوادي. سليمان وحشدك قد سقيتم، بدعوة نملة قامت تنادي. على ذي النون يا من تتفرج، كروبا غيبت عني رقادي. وصلي أيا مليك على نبي، خيار الخلق من حضر وبادي. صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. صح لسانك أستاذ محمد المجمعي. إن شاء الله يسلمك. شكرا. أريد أن أقول لك يعني أنت قصائدك الحقيقة في نفس السياق، نفس المعنى، تعيد وتصر عليه وتكرره حتى يندمل الجرح. حتى يندمل الجرح. طيب أقول لك أستاذ محمد، يعني نعم. بعد هذه الجروح، يعني أنت ترى المأساة في العراق، نعم. كيف سيندمل هذا الجرح؟ قل لي كيف ماذا؟ عفوا، أريد أن أعلق. أنت يبدو أن اللغة الإنجليزية تسربت. أعتذر جدا. لا لا لا، أعتذر جدا حكم التماس. التماس معهم. كلش أعتذر وآسف جدا. لا 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 لا، يعني لا تعتذر. هاي مثلبة. لا 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 تعتذر، مثلبة، آسف جدا. إيه لا، بس أنا أقول لك يعني أيها الشاعر، عليك أن تخشى على لغتك من هذا التسرب للغة الإنجليزية. إن شاء الله سأسعى إلى ذلك. طيب، شكرا للنصيحة. إيه تقول، يعني كنت أسألك كيف هذا سيندمل هذا الجرح، كيف؟ يندمل يا سيدي إذا عرفنا المشكلة. أين المشكلة؟ قل لي. إذا شخصنا المشكلة. شخص لي اياها بصراحة. السبب في كل ما يحصل للأمة هو على ما أعتقد، ولو بشكل ملخص، ما قلته في هذه القصيدة وفي قصيدة أخرى هنالك العلاج. هل تسمح لي؟ الحقيقة ليس هناك وقت، يعني إذا قل لي العلاج من وجهة نظرك، لكن باختصار تفضل. العلاج بقصيدة، يعني ليس كلها، يعني لأنه الوقت يداهمنا جدا جدا. طيب تفضل. سأكون سريعا. أوكي طيب تفضل. طيب إن شاء الله سريع. تفضل. إن شاء الله. ما العيب في إسلامنا بل فينا؟ كل الكروب بما جنت أيدينا. تلك المعاصي جرأت أعداءنا، وإذا أنبنا ربنا يكفينا. فلئن تأذينا ببغي عدونا، فذنوبنا قبل العدا تؤذينا. فالذل أقرب من شراك نعالنا، والوهن في أفعالنا يردينا.
من ضعفنا نبكي على ماضينا، قل إن هجرنا ديننا فمهانة من كل أرجاء الدنا تأتينا، إن هكذا كالغرب نكفر ديننا فالنار أولى أن تعرفينا. فإذا تمسكنا الحياة بذلة فالقبر أشرف منزل يؤوينا، قل خنت ديني عاصيا فأذلني من كنت في عز وكان مهينا. قل خنت ديني عاصيا فأذلني من كنت في عز وكان مهينا، بالدين أمتنا لها خيرية لا خير فينا إن تركنا الدين. فإذا تكالبت الخطوب فما لنا إلا الكتاب وسنة تحيينا، وإذا حرمنا القطر بالذنب الذي عم الورى استغفارنا يسقينا، وإذا الضغينة باعدت ما بيننا فالحب في الله الذي يدنينا. قد سلم الله الخليلة بطاعة من نار نمرود فزاد يقينا، فإذا عصينا الحق في عليائه من ذا الذي من ناره ينجينا، يا رب أصلح حالنا بهداية ما من سواك إلهنا يهدينا. هنا المشكلة. صح لسانك أستاذ محمد المجمعي، يعني أنت شخصت الداء وطرحت الدواء من وجهة نظرك، ويعني يسمعك من يسمعك ويقرر إن كان هذا الداء والدواء صحيحين، التشخيص مع العلاج صحيح أم لا. الوقت انتهى تماماً. الشاعر العراقي محمد المجمعي، كلمة أخيرة ماذا تريد أن تقول؟ أقول مع الله لا يأس يبقى ولا أمل يزول، وأقول أيضاً في الختام يا أمتي لك في فؤادي موطن حتى كأن لك الفؤاد مطوق، يا أمتي فيك الشموس كثيرة شمس تغيب وألف أخرى تشرق. صح لسانك محمد المجمعي الشاعر العراقي، كنت في ضيافتنا اليوم في بيت القصيد، شكرا لك على تلبية هذه الدعوة. وأنتم يا أهل الضاد، نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم ما أمتعكم وما أفادكم. الاثنين القادم بإذن الله لنا أمسية جديدة. في أمان الله.